كل أهل الكويت أو معظمهم يعرفون منطقة الخيران ويعرفون خور العمي وخور المفتح، لكن أحد سمع بخور النهم؟ ونهاركم سعيد مع خالد السعيد من أمام خور النهم. خور النهم هو خور موجود جنوب الكويت، هو صاير شمال منطقة نويصيب وجنوب منطقة الخيران. هو خور فتحته صايرة بمحاذاة الساحل، يعني الماي ما يدخل الخور هذا بطريقة مباشرة إلى اليابس، وبسبب أنه موجود في محاذاة الساحل وقت المد كميات كبيرة من الأسماك كانت تدخل هذا الخور، وهو اللي كان يشكل يعني مصدر رزق للناس أو القرى اللي كانت عايشة حواليه. اللسان هذا اللي عند الخور كان يسمونه لسان النقع. خور النهم كان الأولين يسولفون عنه أنه كان يعني غني بالحياة البحرية والحياة الفطرية. طبعا هذا الكلام كان، بينما الحين أنا أشوف الخور الأرضية مالته والقاع البحر يكاد يكون معدوم بالحياة الفطرية، يعني ما عدا بعض الديدان، وشفنا واحد من هالشرايب قاعد يتمشى على الخور. خور النهم بسبب وضعه جيولوجيا كان يسمونه فجوة ساحلية، وبسبب وضعه الجيولوجي هذا وطريقة دخول الماي كانت أسماك كثيرة تدش في هذا الخور، وهني يأسر اسمه خور النهم. النهم عند أهل الكويت هو القرش الحوتي، أو اللي يسمونه بالإنجليزي The Whale Shark. هو قرش مو مفترس، ما يأكل لحوم، يتغذى على العوالق والأحياء البحرية الدقيقة والبلانكتون، ولكن ممكن يوصل طوله لعشرين متر، يعني طول باص. هذا الحوت أو هذا القرش الحوتي يقولون قبل أن دش هذا الخور ولما راحت الماية لحم بالقوع ومات هناك، وتمت جثته وهيكل العظمي ماله موجود، فاكتسب الخور هذا اسمه خور النهم على هذا القرش. شاكر لكم متابعتكم، وأنا خالد السعيد، وتمسون على خير.